عمر بن أحمد الخطاب أو الحطاب السيوطي. حطاب السيوطي من مصر. اي والله كل شيوخك انت ويا الفياضي. صاحب الشيخ العارف بالله الشيخ ابي يحيى بن شافع وهو امرد. سلام عليك السندويش. لا شاعر عليكم السلام. وهو امرد بسيوط يعني بسيوط. وحضر معه الى قنا وتزوج بنته وكان من الصالحين المشهورين بالكرامات. الله من كراماته حكى ابنه محمد أن بنته وقعت في دراهم وهي دار عالية وقعت من دارهم وهي دار عالية فدخلت إليه أمها وهي تبكي فقال ما يصيبها شيء وتكبر تتزوج فكان كذلك. ومن كراماته قال الأدفوي هذا سيدي خالد الصديق الإدريس يقول الأدفوي مريدين بالملايين من مصر. ادفع 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 في خلوتية هذول مو وحكي لي أيضا أنه طلب ابن شيخه أبي يحيى إلى سماع فجاء عمر إليه وقال لا ترح فلما أقبل منه قال له تموت فتوجه فدس على ابن شيخه سما فمات وسمي الحطاب لأنه كان يخرج يحطب للرباط. يحطب للرباط يعني الرباط الخلوة الصوفية مو؟ يعني يحطب يعني يجمع الحطب حتى يسوى عليه الطعام في الخدمة. عمر بن محمد الأسواني المولد القزويني المولد القزويني المحتد. شنو المحتد؟ قوي صاحب الكرامات صدر الدين. من كراماته قال ابن أخي أخبرتني جدتي والدة الشيخ صدر الدين أنها كف بصرها فبلغه ذلك فتوجه إلى القاهرة إلى من القاهرة القوس إليها فقالت له يا بني أشتهي أن أبصرك كما كنت أبصرك. فلما كان الليل توجه إلى الله ثم قال لها يا سيدتي قومي وصلي ركعتين شكرا لله تعالى. فقالت يا بني أرى النجوم واستمرت تبصر إلى حين وفاتها. الله شايف لهم يشعون عند ربهم حتى خوارق الغير يعني سبحان الله يا رب سبحان الله. يعني إذا دعا لك الولي دعوته بإذن الله مستجابة حتى في الصعاب طبعا حتى في الصعاب مستجابة. قم قبل يد الشيخ حتى في الصعاب مستجابة.